السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هنبدأ مع بعض تاني يونت معانا في المنهج، يونت نمبر 2 supporting the community. يعني إيه supporting the community؟ اللي هو دعم المجتمع. ما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو كانت دي أول مرة تتفرج على القناة بتاعتنا. فنعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس على كلمة تقول عشان يوصل لنا تنبيهات بكل الدروس الجديدة. النهاردة هناخد مع بعض الجزء الخاص بالفوكابلوري، وهنبدأ بالكي فوكابلوري أو الكلمات الأساسية. عندي أول كلمة معايا هي لايك فيري ماتش، بمعنى أدماير. أيرون لاب ده ديزاير، دول بمعنى الرغبة. جنرال رول موديل اللي هو النموذج، احتذى بيه. از مين انتليجنس، إذا intelligent يبقى this is a verb ودي معناها يتبرع، والنم وده معناه التبرع. لونج اللي هي زراعة أرض، وطبعا هنفرقها. فيوجن اللي هو نقل. انت هننتقل للإكسبريشن اند بروبوزيشن، طبعا باقي المكان هناخدوها أثناء الفيرد فور، يعني بيعجب بيه verb with ing، يعني مكون من محمد صلاح is admired for his kind work، بالأعماله الطيبة، أو for helping اللي هي القدرة على، وبيد طبعا يحرز أهداف reach or achieve الى الهدف. send Egypt to يعني يرسل او يعني يمتدح بسبب او يمدح بسبب بره للخير. donated money اللي هو المال، يبقى يتبرع بالمال. along على طويل المدى. giving blood اللي هو يتبرع، كلمه benefits اللي هي فوائد، دي فوائد صحيه. inspire here to inspire that، وتبرع. amazing work of based in، based in كلمه based او سكيلز، يبقى لديه يرعوا ان تم مهدد. احنا قلنا كده يرتو او اللي بقى عندك ديزاير تو، يعني الى قدوه. جيف اراوند ذا وورلد مع الامريت اراوند، نصاب اصاب اللي هو نقل. ادى لديه مشاكل. هير ورك ويز ابيلتي اللي هو الاحساس. ريدي وري اباوت، يعني طبعا دي بتساوي جاب. هنشوف ريسبكت زي هاف دان الشخص عشان تعتقد. ذا فورس هو القوه. travels through a strong unit, especially money. What is this? generous, on the man is willing it to spend the time, etc. And اللي هي يسعد، يبقى من اجل ايه؟ يسعد. stand and think about it. يبقى هي القدره انك تتعلم وتفهم وتفكر في ايه في الاشياء. وده the amount، الاماونت طبعا اللي هي of some مقارنه long term مع مر الوقت ايه؟ فتره زمنيه طويله اللي هو طبعا القدوه الشخص اللي هو توجهاته او تحاول انها تقلدها. because they admire اللي هو زرع an organ in our abyss etc. for another a treatment يعني أطلع. هنبص على ال language note. repeat win win يكسب gain يكتسب ان beat يهزم او يتغلب على شخص. جايزه يكسب مسابقه. gain يعني يكتسب، يكتسب معرفه. earn معناه يكسب مال مقابل. دي هنا بقول مثلا win a cup is a game champ. انتخابات اللي هو طبعا information gain information gain win يعني تاسس معرفه ويزدفع يعني يكسب فلوس ويجي اور اتشيف جول. يسجل هدف محمد صلاح سكورز هيز، احدد لنفسي هدف فبقول ده فيت ان انا جوز اند احقق ويل بي جول سو فار. يعني اتشيف جول بقى ان هو يدخل في الشبكه، لا لو انا مثلا وين يا دكتور او وين الحاله دي اي ريتش، يبقى اذا لم انتصل الى 3 اذر واناذر الاثنين بقى اسم جمع زي ما اقول مثلا اذر بويز اند اولاد. طيب اسم من هي، طب دي معناها حاجه. some easy ما بتحبش like this another one give me another one like English some people like English، يبقى في ناس بتحب الانجليش others don't like it، لكن في اخرين لا يحبوا. الناس بتحب الانجليش والاخرين لا يحبوا. عندي كلمه transplant، وكلمه transplant يعني transplanted planted in his daughter، يعني الى ابنة. الشيء يعني البضائع transporting oil، يبقى التراكس او الحاويات بتستخدم لايه؟ لنقل الاويل او البترول. transfer يحول فلوس. فعندي هنا هو بيقول لي I'd like هون عايز احول. transmit ينتقل، وده بمعنى وده بيستخدم مع او الاشعه. فبيقول لي when transmitted a signal اشاره. طب using عندي الحاجه او explore explore invent بمعنى يخترع الشيء لم يكن له وجود من قبل. before Granville there was no telephone، قبل Granville ما كانش فيه ايه تليفونات. طيب ليه؟ to know what is there، يبقى بكتشف استكشف ان اكسبيت
ليه؟ يبقى عندي كلمة ديسكفر معروف، فبيقول لي ذا بلانيت بلوتو شافه أو عرفوه 1930. طب هو قبل كده ما كانش موجود؟ لا، كان موجود. To know information about something، إنك تعرف معلومات عن حاجة معينة. فبيقول لي I found out I knew that I had made a mistake، إن أنا عملت إيه؟ خطأ. عندي برضو ally. طيب كلمة مباشر not بتاعها إيه؟ live. This is an actor. طيب فبقاش طنطا من الأرواح، ودي طايف جميل ups and downs، يا الحياة مليانة بإيه بس. فبدل ما بقول إن الله that things، بقول لا it's full of dead. كلمة alive. طيب عندي كمان ودونيشن، the verb هو إنه هي عملية التبرع، يبقى الناس الأعيات الخيرية. we must blood donors اللي هم راعوا بالدم، donation راعوا بالدم. طيب عندي and recognize means to understand because you met him before، إن أنت تتعرف شفته قبل كده أو his wallet discover that الوالد بتاعته أو محفظته اتسرقت. طيب رأيت my friend I couldn't recognize him مع سن so I couldn't recognize him or I have forgotten about him أنا نسيت. تمام inspire أنا يطمح أو wants to be أو to do something. conspire بمعنى من conspire is conspiracy ماشي inspire aspire aspiration. طيب فبيقول لي a good teacher and encourage them، يبقى المدرس الشاطر يلهم تلاميذه ويشجعهم to do their best. number 10 famous. طب famous in يبقى مشهور في مجال كذا، famous as مشهور ك، فممكن مثلا اقول ان محمد صلاح is famous for scoring is famous for scoring goals، او محمد صلاح is famous as a football. ممكن اقول ان محمد صلاح is very famous in his country. تمام مشهور لامانته honesty المشهور في مصر. عندي النيك نيم، والنيك نيم اللي هو صح هيز نيم هيز نيك نيم اسمه صلاح. بن نيم البن نيم او الصحفي ماشي بقى ما اي نيم، وده اسم العائله او لا. عندي يتاكد، وطبعا ممكن تتاكد يبقى كلمه ميك شور يعني يتاكد، اوف يعني متاكد من شي ميك شور، يبقى دايما بتتاكد ان في هوت ووتر برودكتس. وي اور دايما هنحتاج. طب ما اقول مثلا اي ام شور من فوزو او من نيجنيشن، احنا من الكلمه اللي مفصولين يوميا عباره عن ايه؟ عن سبيكم بيكم افري داي، واتبعها ايه؟ جزء من اي افري داي ده ادفيرب، ودي معناه افري داي افري داي اي ووك تو سكول، وبتساوي كلمه. طيب عادة. طيب هاز ديزاير، طيب يا اما شيء بحاول يخفي فيها او حبه ليها او ديزاير ذات، فبيقول لي ديزاير او ماشي او مثلا يكسب على الاطلاق based on مقر، فبيقول لي في شيكاغو ده مبني على فور ورن يعمل لدى شخص او لدى شركه، فبقول مثلا ورن ان اي كومباني ورك ويز يعني يعمل مع او يعمل بي، فممكن اقول ماي فاذر وركس ويز كمبيوتر، او اقول ان دكتورز وركس ويز بيشنت. ورك اون يعني يطور بروجكت، يبقى هو يعمل على مشروع كبير او يطور مشروع كبير. دكتورز ورك اون الدكاتره بيشتغلين على علاج للكانسر، يبقى بيشتغل مع توب سيرجن الجراحين الاوائل او الاثنين بمعنى. فبيقول لي they went missing in the desert، يبقى متمسك. يعني ايه؟ نشوف الجزء الخاص بالريدي. people who help حاجه محمد صلاح. محمد يبقى هو واحد من اشهر لعيبه يعجبوا بيه for his intelligence and ability على ان هو تحقق اهداف. scored the goal to World Cup finals since 1990، يبقى هو احرز الهدف كاس العالم او تصفيات كاس العالم to the first World Cup has been praised يعني امتدح او generous donations للتبرعات الكريمه الخيريه في مصر. he donated home town اللي هي المدينه مسقط راسه and he has helped a children's cancer hospital in Cairo. صلاح's desire يبقى رغبته to help other is because he wants to succeed. عايز يدي الشباب فرصة انهم ينجح، قدوة for millions of Egyptian maker. The happiness maker اللي هو صانع. Number two in beta. Around the world يبقى بيوم العالمي للم. Why should people do not have been badly or need in احتاج لقدام عندهم ايه امراض. Giving كمان يكون لي فوائد and irony. يبقى all donors check before donation، يبقى كل والمستوى الحديد في دمهم عشان كده الناس if they have كان عندهم اي مشاكل صحيه save lives and it is easy ان احنا نعمل working together. working together دي قطعه
lines disappear يبقى الأسود all over the world يبقى الأسود أفريقيا all over there is some the emission اللي هي طبعا منظمة اللي هم حراس guardians هل إيه حراس الأسود يبقى guardian الحراس وإيه موجودة موجودة guardians help in the man بيساعدوا دولة تنزانيا the aim الإيم اللي هو الهدف of local people يساعدوا السكان المحليين اللايف ستوك تساعد الناس والمواطنين المحليين ان هم يحموا الماشيه بتاعتهم زي اللايف ستوك اللي هو البقر او الجوز ار يبقى اونلاين لايف ستوك اند كيلينج كيلينج ان ذا ان ذا اند وي كاتلز والكاتلز هي كلمه ثانيه لايف ستوك مهمه للايه للقرويين بات اوفن جو ميسنج يعني دايما يتوهوا او يفقدوا باي لاينز او يتم مهاجمتهم بواسطه اللاينز الاسود از فيلجرز فيبقى خايفين هيجوا ياكلوا منهم ماشيات تانية فيتخلصوا منهم ان هم ايه؟ ان هم يقتلوهم. Line Guardians changing this بتغير هذا الواقع. The organization او المجتمع to help and تساعد their livestock طبعا بص this is done يعني ده بيتم عمله توظيف local people. Maasai men are chosen guardians and they have skills فاهمين الاسود وكمان to monitor their movement يعني ايه monitor ينظموا الحركات بتاعتهم find missing livestock and stop يعني كمان ان هم يجدوا ال missing livestock اللي هي ايه بقى اللي هي الحيوانات اللي هي المفقودة معلش الساتر خطح مني يبقى chosen to become guardians as they understand the lines فاهمين اللاين monitor to monitor يعني او يرصد their movements اللي هي الحركات بتاعت الايه الاسود يلاقوا الميسنج لايف ستوك البارتيز اللي هي حفلات السيل تعلموا to be filled and sense of responsibility be المسؤوليه الاسود بقى everywhere يعني everywhere. and the farmer to the cattle for their cows at the lines يعرفوا villagers او المزارعين او الكاتل او ان الكاوز تيك بارت يشارك فيه others who come is a سائح help the local communities المجتمعات الايراكس question number one are you really for us يبقى طبعا يعني يبقى اول هيت يكره بتعمل كتير لين really او ذا بيبر ريفنج هم لديهم ايه سيره بمعنى فيرب نون يبقى second اللي هو اسيد بلاد او ماتريجر يعني ايس عشان متكرره مرتين اوف كيلومترز ان مايند هارتس فور ترانزيتنس عشان يجد قلوب للزرع فور ناو يبقى انا طالبه هنا ايه هارتس عشان يلاقي ايه قلوب سليمه او صحيه شي ديفلوبد يعني حصل عندها فشل كلوي تام اند ريكوايرد ا ليفر معلش سوري كبد المشكله اللي هو ايه الكدني دي اللي هي الايه الكلى يبقى طبعا شي نيدد ايه ترانزيت بلانت You need to be good at it. Noun, سواء كانت طبعا أو دي adjective. يبقى هتستمر احتمال تكون هي. Influence is a noun. طيب فين النون هنا؟ يبقى عندي intelligence وانتجا كثير من الذكاء. To be good at chess. Number seven, my dad offered the to be my blind fair. It was very A of him. يبقى which was من. Last year, some research اللي هي أبحاث أثرت تبرع he donated. Number nine, طبعا محتاجين علاج على المدى الطويل يبقى long term search ان هو يساعد. And يبقى في ايه؟ محتاج ايه؟ succeed an adjective يبقى طبعا of Egyptian speaker وان ده طبعا I couldn't take a race because I سبق عشان كسرت رجلي يبقى طبعا for an either الدوزن يبقى السيتيزن اللي gave regular ناس وظائف عشان يقدروا regular money yeah. She's just working. The organization based surgeons work together. We are together. We are to achieve. The surgeon accepted for the error. الذي أدى take full responsibility. Error. طبعا responsibility the opposite of responsible. ودي برضو responsibly. Not responsibility. Number 21. International sports. اللي هي الرياضات العالمية and their countries. يبقى طبعا كان effort. يعني يتحمل. Admire. يعجب benefit بمعنى distribute يعني وزع يبقى طبعا هنا كان benefit I hadn't seen her I
هير immediately. لكن انا ايه ريكوجنايز ولا اورجنايز؟ اورجنايز طبعا يعني ايه نظم، جوت يعني حصل على او وصل ايه تعرف على. ذا كرو، ذا كرو اللي هو الطاقم of a small fishing ايه during a storm at sea، خلال عاصفه في البحر. طبعا has lost يعني has come or gone missing، يبقى طبعا has gone missing يعني فقده. لكن طبعا كلمه lost تيجي مع فعل جت، يبقى لو قال جت يبقى جت. نمبر 24 behavior people try to copy because they admire them، يبقى ايه الناس سلوكه الناس بتحاول تقلده لانهم معجبين بيه، وطبعا مش باللون. he has a sorry he has هو لديه ايه he is very clever، يبقى طبعا he has a noun يا اما صيغه تفضيل. طبعا انا عندي هنا ما فيش صيغه تفضيل، يبقى عندي noun، يبقى he has the is opposite of that، يبقى دي عدم القدره. وده وهنا capable دي ام number man for his they killed him revised رجعوا but answer is praise يعني there from عندي cattle وعندي الانسر طبعا to prepare by the chair by the shark ايه it had us participle كمان يبقى يعني ارفقوا طبعا ناخد بقى attack لان هو الفرق 29 اللي بقره مجنونه مرض and disease يبقى مرض مميت of the environment طب is a giant طب طب مسؤوليه مسؤوليه مرتبطه طيب مش conversation البيئه 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 ايه exercise helps يبقى طبعا doing تمرين انا محتاجه اجي three children were back يا اما active تمام يا اما عندي تمام طيب فين هنا انا ما عنديش شغل الاي ام جي انا مش عايزه برد يبقى street فايه حادث امبارح يبقى تم ايه اصابته يبقى طبعا were injured number 33 صلاحز ايه to help to give young people a chance او الرغبه بتاعه number 34 how do you local ايه طبعا local community اللي هي مجتمع النحل محمد صلاح is one of Egypt's A طبعا most famous لان انا هنا مش عامل تقييم هنا انا بقول ايه most famous blood are check blood honors doers careers donors يبقى طبعا ال blood donors اللي هم متبرعين بالدم are check giving one can lives and it is easy to do يبقى can save people طبعا injured people وطبعا injured هنا ليلى هزع first hear lines from her family يبقى طبعا words يبقى طبعا hear about lines are all over this area. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى إنكم تكونوا استفدتم بالفيديو وكل حاجة بالنسبة لكم تكون واضحة، يا ريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش نعمل لايك شير نفعل الجرس ونعمل الجرس على كلمة أول علشان يوصل لنا التنبيهات لكل الدروس الجديدة اللي بيتم رفعها على القناة. طبعا أتمنى إن أنتم تسيبوا كومنت كده كومنت ظريف على اليونت التاسك بتاعنا ماشي نسيب كومنت كده ظريف تمام ونقول رأينا ايه في الفيديو. Until we meet again, goodbye and good luck.